أربعة إلى ست وزارات هي معروفة اللي هي تستحق التغيير والتبديل. تقدر أسميها أستاذ وفاء؟ والله أنا يعني حفاظا على سمعة الوزير يعني ما أعرف يعني هي معروفة طبعا هي معروفة ولكن يعني مرات نشوف هذا الوزير يقول لي شوف لا 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 هذه كل معروف الوزارات اللي مقصرة بالعمال واللي سيد محمد الشيعة السوداني خلال سنة كاملة يرغب بتبديل وخاطب الكتل زين حتى لا وجهة نظرك الشخصية يعني مو شرط الحزبية أستاذ وفاء السياسي وقال سيتم تغييرهم ولكن كما قلت لك وكما قلت أنا أعتقد موضوع خلو مصر رئاسة البرلمان أثر كثيرا على عملية التغيير. شنو علاقة خلو المنصب بالتغيير الوزاري في حال كانت هناك إرادة ونية حقيقية؟ لا إلى حال كثير لأنه أصبحت منصب رئيس البرلمان أصبح به مقايضة مع خاصة بين المكون السني وخاصة أنا أتكلم على وزراء المكون السني اللي هم مشمولين بهذا التغيير للعلم اللي هم مشمولين بهذا التغيير كان هناك يعني محاولات كثيرة بإعطاء وزارتين تبديل وزارتين مقابل منصب رئيس البرلمان فهذه المقايضات يعني تأخرت كثيرا وكان السيد محمد الشيعة السوداني ينتظر نتيجة هذه المقايضات ليكون يتم التغيير والتبديل بأريحية. زين شنو رأي القوى الكردية في حال مضى السيد السوداني بالتغيير سواء كان تم يعني اختيار رئيس لمجلس النواب أو لا موقفكم من هذا التغيير؟ أكيد يعني تعرف المكون الكردي عنده أربع وزارات وزيرا للحزب الديمقراطي الكردستاني وزيرا للاتحاد الوطني كما أشرت حضرتك أحد الوزراء للاتحاد الوطني قدم استقالته قبل أسبوع وزير البيئة وفي حال احنا يعني حسب علمنا خاصة وزارة الإعمار بنكير ريكاني هو مشهود له لأن العراق مر بمرحلة نشاطات وإعمار شاسع جدا وخاصة من ناحية المشاريع والعمران وهذا يحسب لوزارة الإعمار ولو هو يعني كان له مفتوح اليد يعني كان الوضع مساعدة جدا في هذا الموضوع وأيضا وزارة الخارجية اللي هو سيد فادي حسين أيضا أنا أعتقد وغير مشمول بهذا التغيير ليس لأنه أنا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن حسب علمي التغيير ما يشمل هاي الوزارتين هاي لا وزارة الإعمار ولا وزارة الخارجية.